ماري. نقل الكرة بسرعة على البحث عن توري داخل منطقة العمليات. التحضير دخول قوي. أول أهداف المباراة صعيدي، يتمكن من الوصول للشباك، يمنح الأفضلية للوفاق بكرة صعبة قوية. توغل ممتاز خطير، يهز شباكه للبرج. بدأت القصة وحكاية الهدف من هنا. ثوري يحضر لسعيدي القوي والخطير، ثم بعد ذلك أحد المدافعين يلمس الكرة وتتحول مباشرة أمام جاره أهل البرج. يا من زاوية أخرى كيف كان الحال وكيف كانت الكرة والتحضير. التوغل انتظروا، سعيدي سيكون هو صاحب، هو لاعب مرحلة العودة بما هذا في الوفاق داخل منطقة العمليات. جعنيط بمبدأ الأمان يخرج الكرة بعد عن توري. يدافع اليوم عن ألوان أهل البرج العائد بقوة. بن العميري تخرج الكرة، تحول إلى عملية هجومية ممتازة، عملية صعبة هجومة. يا سلام، ضاعت الكرة أبو حاولة ولكن لم تلتئم. نمديل الدراوي يتمكن من الوصول للشباك للمرة الثانية، يسجل الهدف الثاني لمصلحة الوفاق. تسديدة قوية لمست أحد المدافعين ومباشرة في مرمى الحارس سيدريك تعلن عن الهدف الثاني لمصلحة الوفاق عن طريق بها قدم دراوي. توري في المرة الأولى، التحضير من جديد، المتابعة، تضرب بأحد المدافعين، تتحول مباشرة إلى مرمى الحارس سيدريك تعلن عن الهدف الثاني للوفاق. مخادعة سيدريك على الأرض. دراوي مسجل الهدف الثاني، هكذا يقال. لقطة مثيرة للجدل في الشوط الأول، هكذا يقال. نايلة بالرأس، خروج خدايرية، دافع قلب الدفاع يخرج الكرة بمبدأ الأمان لبعض الخطورة المحتملة والممكنة. دراوي والخطأ، خطأ ديال البول سعيدي. كرة ممتازة وإيابا، عليه أن يتخطى أولا هذه العقبة. أمام الجار أهل البرج، ذهابا وإيابا، عليه أن يتخطى أولا هذه العقبة. ولذلك النصف النهائي كل شيء ممكن بالنسبة للأندية الأخرى، كأس مفتوحة، ولكن بالخبرة، نتكلم بالخبرة. وستين دقيقة مرت على المقابل لا شيء. سعيد في الدقيقة العاشرة، دراوي في الدقيقة الرابعة والأربعين، جحنيت أمام كرة ثابتة لمصلحة الوفاق. كيف ستلعب؟ هايا من جديد. دغموم يوصل كرة لدراوي، ملعوبة من هناك. يا سلام، كرة صعبة وخطيرة. أمورا يتمكن من الوصول للشباك، يسجل الهدف الثالث للوفاق. استفاق الوفاق في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، من الوقت أو زمن البدل الطائر. أمورا أصغر لاعب موهوب يتمكن من الوصول إلى الشباك في اللحظات الأخيرة بكرة وبهجمة مرتدة وبكرة وخروج غير موفق للحارس سيدريك. استغل ذلك، كانت الكرة من دراوي، البحث عن عمورة، تمكن من الكرة في المرة الأولى وفي الثانية لعب كرة مباشرة باتجاه المرمى واستقرت في شباك الحارس سيدريك لتعلن عن الهدف الثالث للوفاق في الوقت البدل الضائع من المباراة. ثقة كبيرة، الثقة الممنوحة من المدرب نبيل الكوكي، وها هو اللاعب يؤكد بأنه صاحب ثقة ممنوحة. وفرحة كبيرة لعناصر وأنصار فريق الوفاق الذي سجل انتصارا جديدا بثلاثية اليوم على حساب ضيفه أهل البرج في هذه المباراة.